الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعم الله تبارك وتعالى علينا ويكافئ مزيدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا، لك الحمد ربنا كما تحب وترضى، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزداة على اشرف الخلق وسيد المرسلين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الابرار، وصل على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على سيدنا محمد وعلى اله الاطهار وصحبه الابرار، المهاجرين والأنصار وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم أمين أمين مشاهدين الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلام الطيب سائلين المولى تبارك وتعالى أن يكون كلامنا كله طيبا اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين الصائبين وانفعنا اللهم بالقران والذكر الحكيم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا منك برحمتك يا ارحم الراحمين مشاهدينا الكرام كل عام وحضراتكم بخير كل اللي ربنا من عليهم بنعمه الحج هذا العام نقول لهم تقبل الله حجكم وغفر ذنبكم واخلف عليكم نفقتكم ونسال الله تبارك وتعالى أن يمن على الجميع العام المقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى بحج بيته الحرام وزيارة حبيبه المصطفى خير الأنام ومسك الختام وبدر التمام عليه الصلاة وأزكى السلام. كما نتوجه بخالص المواساه لأبناء شعبنا للذين فقدوا في أداء الحج هذا العام. والله سبحان الله يعني أنا بتذكر أم حارثة صحابية جليلة من صحابيات رسول الله لما راحت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله قد علمت منزلة ابني مني حارثة حارثة أنت عارف ده إيه بالنسبة لي إيه فقدته اه فبتقول له قول لي دلوقتي ابني فين ابني فين دلوقتي إن كان في الجنة آه استبشرت وإن كان في غيرها أنت هتشوف أنا أعمل إيه حالا دلوقتي قال لها يا أم حارثة إنها ليست جنة إنها جنان وولدك قد أصاب الفردوس الأعلى فيعني اللي 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 مش هنقول اللي ماتوا دول أصلا دول في سبيل الله يعني إن شاء الله في عداد الشهداء اللي كانوا بيحجوا دول هنيئا لهم بمرضات الله هنيئا لهم برضوان الله يا حضرات في ناس ماتت ببشاكرها بملابس الإحرام يعني لسه ما فكتش إحرامها اللي مات محرم ده يبعث يوم القيامه ملبيا احنا بس بنواسي اهالينا لانهم فقدوا ناس غاليه عليهم احنا فقدنا ناس غاليه علينا اللي فقد والده واللي فقد والدته اللي فقد اخاه واللي فقد اخته احنا بس بيبقى الحزن لالم الفراق انما اللي كانوا في الحج دول يعني اللهم لا تحرمنا اجرهم والله اللهم لا تحرمنا اجرهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولسائر المسلمين اجمعين وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. تخيل واحد مد ببشاكيره ده ده يبعث في يوم القيامه ملبيا. تخيل حضرتك تخيل يوم القيامه يوم القيامه الناس في ناس بتبقى غرقانه في عرقها وتدنو الشمس من الرؤوس آآ آآ ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت. اللي شايله بيبي بترضعه ترميه وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد في الموقف ده يجي ناس <تصفيق> <تصفيق> يا رب اجعلنا منهم داخلين في الاخره كده لبيك اللهم لبيك دول يعني هنيئا لهم بالشهاده هنيئا لهم برضوان الله لكن احنا احنا بنحاسب انفسنا اي انسان اهمل او قصر ده 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 يتحاسب. يعني نسال الله عز وجل ان يتقبلهم في عداد الشهداء الابرار الذين الذين هم احياء عند ربهم يرزقون شوف من كرم ربك، شوف من كرم ربك انه ده يبقى بعد عرفه. يعني عرف يعني الناس بتخلص يوم عرفه وكان الرساله جايه لهم من ربنا عودوا مغفورا لكم رجع من ذنوبك يوم ولدته امه. يعني هو يروح لربنا بلبس احرامه وما عليه ذنب يعني طلع له شهادة ميلاد جديدة فسبحان الله يعني حسن خاتمة ربنا تقبلهم في عداد الشهداء وينزل الصبر والسلوان على آآ آآ علينا ما احنا اهليهم برضو علينا علينا جميعا معلش يعني كان لزاما عليا في مقدمة الحلقة واخد الحلقة كلها هتكلم عن الموضوع ده دول اهالينا وبني جلدتنا كل عام وحضراتكم بخير احنا قبل الحج قبل موسم الحج كنا فتحنا ملفين غايه في الاهميه متبعين في ذلك حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه مش ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنه الفردوس نزله عشان يبقى لك الجنه الفردوس لازم تبقى مؤمن وعشان الايمان يتحقق لن يستقيم الايمان حتى يستقيم القلب ولا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان فاتكلمنا عن القلب واللسان وكنا اخر حاجه تكلمنا عن افات اللسان لا للكذب لا للغيبه لا للنميمه لا للفضول كل ده تكلمنا عنه اليوم بمشيئه الله تبارك وتعالى هنفتح ملف جديد برضه يتعلق برضه باللسان اللي هو ايه احنا اتفقنا على انه اللسان ده هيتحاسب يوم القيامة وحتى النبي عليه الصلاة والسلام لما معاذ بيقول له وإنا لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ده اللي هيدخل ناس جهنم اللسان فقلنا إن احنا نفتح ملف تبع برضو لسان تبع آفات اللسان اللي هي أقوال خاطئة البعض مننا بدون ما يقصد بدون ما يشعر جهلا بالحكم بيقول بعض الجمل اللي هي تخالف اللي هي تخالف الصواب جمل منتشرة في المجتمع كل حلقة إن شاء الله هنمسك جملة نفصصها ونقول الجملة دي خطأ يعني من الجمل اللي انتشرت على ألسنة العامة اللي أنا هبدأ بيها النهاردة وتباعا ومن بكرة بقى هنبدأ نتكلم في هذه السلسلة اللي هي الجمل الخاطئة اقوال خاطئه اقوال بنقولها في حياتنا بنقول دي غلط دي ما ينفعش نقولها زي جمله ايه لا حياء في الدين تلاقي ناس كثيره بص يا مولانا آه لا حياء في الدين اه ازاي لا حياء في الدين يعني ايه لا حياء في الدين دي اقوال خاطئه ده الدين كله حياء ده الدين بيعلمنا الحياء ان ازاي النبي يقول عليه الصلاه والسلام آه آه. الحياء شعبة من الإيمان الحياء شعبة من الإيمان وأنت تيجي تقول لي مفيش فيش حياء في الدين ده الدين كله حياء أمال أقول إيه هنعرف دلوقتي بس النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وستون شعبة وفي رواية وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله أعلى حاجة قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وبعدين والحياء شعبة من الإيمان اللي هو إيه الحياء ده الحياء ده قوة في النفس قوة في النفس تجعل الإنسان لما عارف الحساس بتاع العربية احس حساسات في عربية فتيجي ترجع لورا الحساس ده بقى ايه الحساس ده ده يخليك ما تغبطش لا سمح الله وانت بترجع بعربيتك لورا فالحياء قوة في النفس قوه في النفس تجعل الانسان لا يفعل اي شيء يعاب به او يذم تبقى ماشي مع نفسك كده لا معاك عسكري ولا معاك ظابط ماشي جنبك ولا ماشي جنبك شيخ الا انك بتتعامل في الطريق بما يرضي الله معاك ورق لا مرمهاش في الشارع لا عيب ما يصحش يا عم ما حدش شايفك لا ربنا شايفني ده اسمه حياء امال اجي اقول ايه لما انا عايز اسال سؤال مثلا محرك شويه واحدة راحت تسأل النبي سؤال حساس شوية سؤال يتعلق بالحياة الخاصة بتاعت المرأة فراحت قالت ايه اتعلمنا احنا بقى قالت له يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق ايوه لو انا عايز اسأل سؤال مكسوف اقوله اقول بعد اذنكم يا جماعة معلش معلش ان الله لا يستحي من الحق ممكن اسأل سؤال ايوه انما ما اقولش يا جماعه لا حياء في الدين انا عايز اسال لا الدين كله حياء يبقى الجمله دي نستبعدها من قاموسنا ونستبدلها بالجمله التي جاءت في الحديث النبوي الشريف لما الست راحت تسال النبي سؤال محرك شويه قالت له يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المراه من غسل اذا احتلمت ستنا ام سلمة قاعده فغطت ام سلمه وجهها يكسو في غطت و... السؤال ده؟ محرج فغطت ام سلمه وجهها فالنبي قال رد على اجابه السؤال الست بتقول له هل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اذا رات الماء طبعا ست ام سلمه كانت مغطيه وجهها وقالت للنبي او تحتلم المراه؟ هي ست بتحتلم يا رسول الله؟ فقال نعم تربت يداك فبما يشبهها ولدها المراه لها ماء زي الرجل له ماء وامال الولد بيطلع نلاقي بيبي كده طالع شبههم ازاي يعني هي لها ماء والرجل له ماء خلوني استسمع حضراتكم نطلع لفصل سريع بعدها بمشيئه الله اعود اليكم نتلقى اسئله حضراتكم استفساراتكم ونتكلم في نفس الموضوع ان الله لا يستحي من الحق وما اقولش ابدا ما اقولش لا حياء في الدين لان الدين علمنا الحياء نلتقي بعد الفاصل بمشيئه الله ابقوا معنا جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام اهلا بحضراتكم مجددا. في سلسلة تصحيح الأقوال الخاطئة على ألسنة البعض، فتحنا هذا الملف لأنه المؤمن دائما بيحافظ على اللسان بتاعه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم ناخد بالنا من الجمل اللي احنا بنقولها في جمل كتير شائعة على ألسنة البعض إن شاء الله في كل حلقة من حلقات الكلام الطيب هنتعرض لجملة ونصحح هذا المفهوم ونعاهد الله تبارك وتعالى على أنه احنا نلتزم بما جاء في القرآن والسنة واللهم أدبنا بأدب القرآن وزيننا بزينة القرآن من الآن فصاعدا مش هنقول لا حياء في الدين لو عندي سؤال حاسس ان هو محرج شويه حاجة ابدا بجمله ان الله لا يستحي من الحق ممكن اسال سؤال انما الدين علمنا الحياء ونقرا في سوره القصص يا سلام فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ممكن اقول فجاءته احداهما تمشي على استحياء وقف قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وممكن أقول إيه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا شوفوا الجمال يبقى مشيتها كان فيها استحياء وقولها كمان فيه استحياء سيدنا النبي كان قاعد مرة عليه الصلاة والسلام في بيته وقاعد بجواره جنب أم المؤمنين فاستأذن أبو بكر فدخل دخل النبي عاد والنبي كان متكئ كده عليه الصلاة والسلام فدخل أبو بكر قعد ودخل عمر قعد والباب خبط مين عثمان النبي كان إيه حضرات متكئ فجلس وعدل نفسه كده فقالوا له يا رسول الله ده عثمان جوز بنتك ذي النورين يعني من حضرتك اتعدلت ليه؟ قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه؟ يا يعني كان حيية قوي سيدنا عثمان ده عثمان ده ما كانش تطلع منه العيبة أبدا ما, ما يطلعش العيبة من بقه بغض النظر بقى الكاميرا لقطاه أصل هو على الهوى مباشرة لا المؤمن كده عارف أنه هو دايما على الهوى مباشرة منين أن ربنا مطلع عليه أن ربنا سبحانه وتعالى رقيب عليه يبقى احنا احنا ناس عندنا حياء والدين كله حياء ومليان حياء يبقى ما اقولش لا حياء في الدين بعد كده اقول الدين كله حياء ولو عايز اسال سؤال حاسس انه في حرك شويه اقول ان الله لا يستحي من الحق معلش اتاخرت عليك يا استاذ عبد الرازق السلام عليكم السلام ورحمه الله اتفضل يا استاذ عبد الرازق اهلا بيك السلام عليكم السلام ورحمه الله سؤالي يا عم الشيخ اتفضل يا حبيبي الله يكرمك هل باب التوبه مفتوح حتى تطلع الروح حاضر في سؤال تاني عندك؟ لا فيش غير السؤال دي هجاوبك يا حبيبي شكرا ليك احنا اتكلمنا عن التوبة من قبل يا حضرات قلنا ان من شروط التوبة رقم واحد الاقلاع عن الذنب انك تبعد عنه اتنين انك تندم على فعله تلاتة انك تعزم على الا تعود اليه مرة اخرى دول كده كم شرط تلاتة تبعد عن الذنب تندم عليه انك تقول لا مش هعمل كده تاني العزم على الا تعود اليه وان كان دي في في حاجه من مظالم العباد يبقى هترد المظالم لاصحابها كده كله تمام قال لك لا في حاجه كمان مهمه بقى ان تكون التوبه ايوه في وقتها هي التوبه لها وقت طبعا ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر النبي علمنا كده يعني روحه ما طلعتش القران يقول ايه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن نقول لا بعد إيه بقى أوه. أو أه 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 التوبة موجودة وقتها حتى طلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها خلاص تبقى ليام قامت يجي واحد يتوب نقول له. وقتها عدى يبقى وقت التوبة انه الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم تطلع روحه ما لم تحضره الوفاء الموت وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني توبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار قلنا كمان التوبة لها سمات دي احنا خدنا بنتكلم عن شروطها ايه هي السمات بقى التوبة من قريب انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعني على طول المؤمنين الصالحين لما بيخطئوا بسرعة بيستغفر ربنا. بسرعة بيتوب الى الله. ما بيأجلش. دي سمة من سمات الايه؟ الصالحين. عشان كده القرآن يقول ايه؟ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. على طول كسر حاجة يصلحها. غلط في حد يعتذر له ما يأجلش ما يأخرش حاجة كمان انه ما يبررش يعني ما يجيش يقول ايه ما اصل برضه يا رب ما هو المجتمع اللي مليان معاصي يعني آه وانا اعمل ايه ما يا رب لو انت تريد ان انا اكون صالح كنت بعدت كل المغريات دي عني ما هي الدنيا برضه اللي مليانة فتن انت بتبرر <applause> انت بتبرر للخطأ بتبرر للذنب؟ لا ما تبررش انا غلطان ولذلك سيد الاستغفار زي ما النبي علمنا عليه الصلاه والسلام اللهم انت ربي انت الرب لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت يا رب أنا على قد ما بقدر بعمل اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أنا بعترف يا رب أن أنا غلطان فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مين معنا يا أم محمد سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا أم محمد اتفضلي كل سنة وحضرتك سعيد كل عام وأنتم بخير يا ستي أنا ابني كان طالع الحج السنة دي أيوة ايوه وبعدين قبل ما يسافر بيومين دخل المستشفى وعمل عمليه في رجله ببنج كله. <applause> نعم. يعني فلم يستطع السفر السنه دي فموقفه ايه والنبي احسن زعلان قوي. حاضر. الاول شفاء الله وعافاه نسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يمن عليه بالصحه والعافيه ان يلبسه لباس الصحه والعافيه هو وكل مريض اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله أنا تكلمت حضرات عن النية من قبل فاكرين زمان لما تكلمنا عن النية وقلنا أن النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله يعني إيه ناوي صلي وأنا نايم تحت, البط... تحت اللحاف لا ده أنا قمت ودخلت الحمام وتوضيت وفرشت سجادة الصلاة ولبست ووقفت قلت الله أو وقفت على الصلاة كده أنا نويت فعلا يبقى النية قصد الشيء مقترنا بفعل طب أخد مين معانا معلش التليفونات عمالة تقطع مننا يا جماعة سامحونا أختنا وعد السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا وعد أهلا بيك لو, لو سمحت اسمعيني من التليفون يا يا وعد واخفضي التلفزيون تماما. طب لو اتفضلي. تفضلي أيوة. تفضلي يا وعد إيه لو سمحت عايز اسال عن العاده السريه هل هي حرام ام حلال طيب حاضر هجاوبك شكرا لك آه اخواننا اللي بيحاولوا يوصلوا لنا معلش اذا كان مش في مشكله في الاتصالات شويه سامحونا يا نجاة يعني السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا أهلاً يا, حج... يا اهلا يا حج اهلا يا حاجة جل... نجا اهلا بحضرتك انا شنطة منك تعالى على عيني اتفضل تسلم عينك انا عندي السرطان وتعيني ربنا يفع عني ويشيني من خاطر يا رب يمنى عليك بالشفاء و... والمشاهدين هيأمنوا على الدعاء يا رب يا رب يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا أعدل من حكم ويا حسيب من ظلم يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا يحصى لها عددا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن يمن عليك بالشفاء العاجل وعلى كل مريض يا حق نجات اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا رب يطعمك طعام الصابرين يا حج نجاه اسال الله عز وجل ان يعطيك حتى يرضيك ان شاء الله. شفاك الله وعافاك، ربنا يمن عليك بالشفاء وعلى كل مريض. أه نرجع لمحمد محمد اللي ابنها كان طالع يحج وجهز كل حاجه وقبل سفره بايام معدوده تعب ودخل المستشفى وعمل عمليه. بقول لحضراتكم انا فتحت ملف النيه ده معاكم من قبل ان النيه قصد الشيء مقترنا بفعله فمن نوى شيئا وسعى لهذا الشيء بمعنى من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل ليصلي النبي قال كده فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. ياه واحد قبل ما ينام ظبط المنبه ونام على طهاره اتوضى يعني ووصى مراته تصحي لصلاه الفجر ووصى واحد صاحبه يتصل عليه وعمل كل الاحتياطات بتاعته عايز يصحى يصلي قامت أمل... <تصحيح> قامت مراته اللي هتصحي راحت عليها نومه والم... الموبايل اللي صاحبه هيكلمه عليه فصل شحن وكان ظابط المنبه على الموبايل ما الموبايل فصل شحن خلاص فراحت عليه نومه ايه ده جزاؤه يا رسول الله بقى قال لك كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه فلازم ناخد بالنا من الجزئية دي فهو أم محمد ابنها عمل كل حاجة وجهز نفسه للسفر كتب له ما نوى بس دي حجة الفريضة يا محمد بقى ولا يمين يعني اللي بيحج يبقى لازم تروح تحج تاني إن شاء الله مين؟ عندما خدت ثواب حجة عايدة السلام عليكم عليكم السلام تفضلي يا حجة عايدة سيدنا الشيخ أنا زوجة وأم وجدة ما شاء الله عندي أحفاد ووالدة زوجي على قيد الحياة وأنا ما بحاولش إن أنا أعمل حاجة تضايقها ولا أؤذيها وبالعكس أنا بخلي ابنها يبقى حنين عليها جدا جميل وهو حنين عليها بس أنا ما بحبهاش أنا ما بتقبلش منها أي حاجة وده غصب عني أنا ربنا هيحاسبني لأن هي بتتفنن في أذية الناس وأذيتي بالقول واضح 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 يا حاجة عايدة إنها مسنة صح؟ آه هي هي مسنة بس لو إن إن صغيرة بما إنك انت جدة تبقى انت جدة لا, لا ما أنا عارفة هي مسنة بس هي بتعشق أذية الناس خليني هجاوبك حاضر شكرا ليكي يعني مين معانا؟ ابو احمد سلام عليكم ابو احمد ابو احمد معلش فصل اجاوب طب حاضر يبقى يا ام محمد ابنك اللي كان طالع يحج وحيل بينه وبين الحج كتب له مناوى لكن لو دي حجه الفريضه يبقى لازم يطلع يحج حجه الفريضه العاده السريه هذا هذا خطا جسيم وله من الأضرار ما له فإلا مبتلى بهذا الأمر نقول له تب إلى الله تبارك وتعالى وتقلع عنها والنفس أمر بالسوء إلا لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل الحاجة عايدة حماتها هي بتقول أنا زوجة وأم وجدة وحماتها على قيد الحياة هي تحسن إليها وتحسن وتخلق وبتخلي زوجها يبر أمه لكنها ما بتحبهاش الحب ما بتحبش بتحبها الحب ده عمل قلبي حضرت الحب ده عمل قلبي، احنا ما نقدرش، انا ما اقدرش أتصنع ان انا بحبكم، انا بحبكم يبقى انا بحبكم، ودي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، انما احنا امرنا ببذل المعروف، هو انت كل واحد بتعمل المعروف بتحبه؟ <applause> انت بتحب الناس؟ طب واحد 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 شتمني وانا ماشي في الشارع، قلت له شكرا، جزاك الله خيرا، بس انا هل انا بحبه؟ لكني ما اذتوش، فالموده دي عمل قلبي، احنا امرنا بصناعه المعروف، يا حاج عايده حط في اعتبارك ان دي امرأة مسنة بتعمل تصرفات خطأ وبتاع راعي سنها الله يكرمك اه انما انت بتحسني اليها جزاك الله خيرا مسألة الحب اللي هي المودة اللي هي العمل القلبي ما حدش يقدر يتدخل فيه لكن استمري على احسانك لها استمري على بذل المعروف لها نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اهل الاحسان لا وصلنا لختام حلقتنا ومستمرين إن شاء الله في الحلقات المقبلة بمشيئة الله في تصحيح الجمل الخطأ اللي بتتقال على ألسنة البعض مننا أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بأدب القرآن وأن يزيننا بزينة القرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين كل عام وحضراتكم بخير السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته